على استاد القاهرة الدولي، وفي درجة حرارة تقترب من 26 درجة مئوية، مواجهة منتظرة ليلتقي فيها فريق الزمالك مع زد اف سي في الجولة السادسة من دوري نايل. وعلى استاد المقاولين العرب يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا نظيره بيراميدز المتصدر حتى الآن في مواجهة خارج التوقعات. اهلا بكم مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. بتتواصل الاثاره في منافسات دوري نايل، والنهارده اول ايام الجوله السادسه، وتاني اللقاءات ومباراتنا في الاستوديو هتكون ما بين الزمالك وزد اف سي. الفارس الابيض اللي محير جماهيره بعد عرضه وفوز كبير على سموحه بخماسيه بيرجع ويخسر من ام بي 2-1. فريق بيكتب سطر بمنتهى الروعه وبيسيب السطر اللي بعده. النهارده بيصطدم مع فريق زد اللي رغم انه صاعد حديثا للدوري الممتاز الا انه عبر عن نفسه بشكل قوي جدا، لدرجه انه داخل مباراه اليوم وهو معاه 9 نقاط من 5 مباريات، ومتفوق على الزمالك نفسه اللي معاه 8 نقاط من نفس عدد المباريات. الزمالك متفوق تاريخيا ومن ناحيه البطولات والشعبيه، ولكن في جدول الترتيب زاد متفوق بفارق نقطه، وده اكيد هيخلي مباراه النهارده صعبه على الطرفين. فمن سيحسم اللقاء لصالح؟ جمال هوب التصوير حل عالم يا شيكا. هدف حلو 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 على أرض الملعب. زيزو وجها لوجه مع زيكو، أبرز نجوم الزمالك وأبرز نجوم زد. والنهاردة كمان المباراة هتكون تحت الأنظار من خارج الخطوط. أوسوريو المدير الفني للزمالك اللي في حالة ترقب حول مصيره، خاصة أن مباراة اليوم تعتبر البروفا الأخيرة قبل الصدام مع بيراميدز في نص نهائي كاس مصر 2023 يوم الأربعاء اللي جاي، واللي بيقال أنها قد تكون هي المباراة اللي هتحدد مستقبل الكولومبي مع الزمالك. هيقابل أوسوريو النهارده مدير فني طموح وعايز يعمل لنفسه اسم وسط عمالقة التدريب في مصر. مجدي عبد العاطي اللي كان واحد من هدافين إمبي النهارده هو المدير الفني لزد، واللي دايما بيجيد تقديم مباريات قوية قدام الفرق الكبيرة. تعالوا نشوف التقرير.